خلال الفيديو راح نتعرف على ملف جدا مهم الا وهو الفيو ستارت. وظيفة هذا الملف انه نتفادى استخدام اللاي اوت او انه نقل ان هذه الصفحة هي تعرف من الصفحة الرئيسية. فاحنا بلاش انه في كل صفحة نقوم بإضافة اللاي اوت، فاحنا نستطيع انه نقل يعني بشكل عام نقول انه اوكي الصفحة هي صفحة، يعني هذه هي صفحة رئيسية أنا راح أعتمدها، في كل صفحة هي بشكل تلقائي ترث من عندها بدأ أنه أنا أستخدم الكادرايزر وأقول له لاي أوت ويساوي لنا هذا المسار. فكيف الوصول لهذا الأمر؟ طبعا داخل الفيو ستارت راح تجد عندك هذا بهذا الشكل فيات، أنت تلغيها يعني معلق كتعليق، وأبدأ أحددها بهذا الشكل وأبدأ أفعلها، أقول له هنا إن كوماند. لاحظ الآن هي الإندكس، فابدي ان انا بدل الاندكس اخذ المين، اخذه بهذا الشكل واخذ المسار مالته اللي هو السترنج، اخذه كترال اكس واضعه بيست هنا أنا. فالان بشكل تلقائي انه اي صفحه تضيفها حتى لو بدون لا تسند لها لاي اوت هي بشكل تلقائي راح تتكون من هيدر وفوتر اضافه للجزء الخاص في الصفحه. فخلينا الان اذهب على الكنترولر وابدي اضيف الصفحه، او بلاش كنترولر، اوكي نذهب على الكنترولر وناخذ هذا كوبي اضعه بيست، وخلينا مثلا نقول اي اكس يعني اكزامبل معين، كليك كيمن عليها واقول له اد فيو، ضيف لي فيو. فحتى يعني بشكل تلقائي الان لاحظ اليوز لاي اوت بيج هي يعني بشكل تلقائي اصبحت عندك لاي اوت بيج، يعني هو يتعرف عليها بشكل تلقائي، فاقول له اد، فالان مباشره راح هو يستدعيها بشكل تلقائي بدون انه حتى لو تحذف. الان لو نحذف هذا الجزء ونبدا نستعرضها، هو اضافها لك بشكل تلقائي. خلينا نستعرضها الان، هل هي راح تتكون من الهيدر والفوتر ام فقط من الوحده ومالتها؟ الان لاحظ هي بشكل تلقائي اصبح عندك تتكون من الهيدر والفوتر اضافه للمحتوى مالتها، اذا بدون لا تستخدم العباره او المثل او انه تقول له اوكي اللاي اوت مالتي هذه مسارها، فبدون لا تستخدمها تلقائيا. الان لو تحذفها وحتى لو تروح على الاندكس وتجي هنا ايضا تحذفها تمام، وتبدي تتصفح الاندكس فيو ان براوزر، الان لاحظ بشكل تلقائي الان هي راح تتكون من عندك من الهيدر والفوتر اضافه لمحتوى الصفحه.